كيفكم؟ يا رب تكونوا طيبين وكل سنة طيبين. اليوم حضرت لكم أشياء مرة حلوة تعجبكم. أول وصفة من الوصفات هسوي لكم إياها هي تفتيح أسنان. أنتوا عارفين بيانات إن الكركم فتح الأسنان، بس إذا ما أنتي طاحنته أنتي بنفسك، أنتي بي كذا فهمتوا، أنتي بي تطحني بنفسك لا تستخدمي تحطوا كركم فهمتوا، لأن في بعض البنات أسنانها بتصير لونها أصفر فوق وهي يعني لونها من الكركم، لأنه في الكركم العادي يصير ماركت في بنات صبغه وتصبغ الأسنان نفسها. فإذا ما أنت متأكدة أن الكركم طب حقتك مرة يعني أصلي لا تستحطي كركم، بس اكتفوا بالمكونات أنا حطت لكم إياها الباقي. حاجة بنات، أول حاجة لازم تكون عندك فرشتين، فرشة الأولى بتفرش فيها أسنانك تفرش عادي اللي هي فرشة يومية، الفرشة الثانية تستخدمين هذه الوصفة، الوصفة مرة سهلة، حتحطي ملعقة من مسمار، أول شيء الكركم، أوكي، ملعقة من كلها بنات نفس الكمية، وملعقة كمان عسل. المسمار بنات يخلي ريحة فمك مرة حلوة، والعسل بنات طبيعي يعني، وتخلطيها كلها. بعدها تاخذي الفرشة تفرشي فيها اسنانك. بعد ما تخلص فرش اسنانك بنات ايش تسوي؟ تفرشي اسنانك مرة ثانية وتستخدمي الخيط. هعمل لكم وصفة، الوصفة مرة سهلة. أول حاجة هنحتاج عكر فاسي وسكر وكمان قرفة وزيوت. الزيوت يعني هي الشيء اللي عندكم. طيب في بنات ما عندها اللي هو عكر فاسي بنات، أو ما راح تلقاه كتير، فإيش بتسوي؟ بتحطي جيلي، يا جيلي بالفراولة يا جيلي بالتوت، أنت بكيفك. تمام، شوف أنا بحط ملعقة من السكر، بنات مش ربع ملعقة، أقل من ربع ملعقة من القرفة، وبحط إيش طالع قديش بحط عشان تشوفوا أنتم. أنا أقل من كذا، أنا كترت اسمه شو طالعوا، وبحط بنات يا زيت الشيا أو زيت الجاجوبة أو زيت المشمش، أو كمان عندك شو اسمه ربي؟ جوز الهند أو تبارك الله مقشرنا جهز. تحطي برطمان وبعدها تعملي تقشير. طيب في كثير بنات ما بيعرفوا، تخيلوا إنه هذه شفافة كيفكم، حتعملوا زي كذا بنات بشكل دائري بس بطريقة مرة بنات بشواش لحد هذه حبيبات السكر مدوب كاملة، وبعدها بتلطفي شفايفك بس خلاص هذا هو. بس أهم حاجة بعدها حتحطوا مرطب، إن شاء الله مرطب هعمل لكم يا قريب يخلي شفايفك زي التوت. شوفوا ما شاء الله تبارك الله بنات يجنن، شوفوا لونه.